انا كنت عم بقول اذا هول بنشيل هالاسمين وبنحطهم بنحطهم عليهم دغري يعني اذا مجرد ما بس 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 الارض كلها فوق بس ايدك كلها فوق ايدك كلها فوق بالارض بالارض غزل هذا لا لا تركي ما تحرك هذا كله لفوق 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 تحرك شو عم شو عم يلا نطلع كل شيء في ما حطوا كل المصريات حطوا كل المصريات هون هون يلا بسرعه كيس ولا كيس الكيس برا هلا بنخدهم بنحملهم يلا يا مصري ايوه عم تبرمي ايدك تكبس الزرع تيجوا علينا الدار ايوه بالضبط هون ما تعملوا علي ايدي علي ايدي لفوق هيك هيك علي ايدي علي ايدي لفوق معلم كثير يلا كل شيء معكم مصاري حطوه معي كم اي مصاري انا معي 20 انا علي ايدي معي 10 دولار و20000 لبناني انا معي 10050 دولار اي بتخدهم ما توجعوا لي قلبي ما توجعوا لي قلبي شو مصريات البنك كلها حطوا لي اياها رئيس الخزنه اليوم اي بابا لا حيل هاي الخزنه لك اليوم اجى بس خزنة. واحد شو اليوم واحد بس ما شو واحد مصريات البنك كله حطوا لي اياهم بدي فل يلا اي بابا علي هيك عم بقول لك ما اي بابا عشان بتحكوا انتوا عن شو عم بحكي بالله لا تصل علي شو مش بانكم؟ بلا بنك ايه طب اعطونا المصريات حطوا الخزنه افتحوها لك اي خزنه يا عمي نحن هون بنك دم كيف؟ بنك دم دم اي مصاري يا حلو طلعوا البرا دم مش معقول شوف والله بنك دم بنك دم زين زين رول ار مع برا جيب بنك دم لحظة لحظة شو بك؟ شو بك انت ما قلنا لك شو بك؟ انت ما وين جبتنا؟ ما قلت لك جيب لي وين جبتني؟ علي ايدك ما انت قلت لي علي ايدك طلع ما انت قلت لي وين في بنك خدنا عليه لحتى نسرقه؟ بنك مصاري مش 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 بنك شو؟ مش بنك دم جايبنا طب ما هني محطوط بنك طب شو بعمل انا طيب علي ايدك انت وياها علي ايدك طيب لحظه في دم كفايه؟ ايه في نعم في ايه ناخذ الدمات ايه ناخذ الدمات شو انت شو فئه دمك؟ انا فئه دمي بي بوزيتيف ايه عندكم بي بوزيتيف؟ ايه في شوي طب شيلوا لنا شي ثلاثة كيس ثلاثة بوزيتيف واثنين نيجاتيف لا لا خليهم كلهم بوزيتيف بوزيتيف اعطينا الدمات لانه عايزينه لهلا قلت لك بنك مصاري مش بنك دم طيب طيب خلص مرت الجاي او بلا الكيس قتلته